أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. هذه ثماني آيات قرآنية تذكر كلمة البرهان بالمعنى المرادف لها، الدليل، الحجة، الإثبات. إن المطالبة بتقديم الدليل وإبراز الإثبات والإتيان بالبرهان هي من صميم منطقية المنهج القرآني. وبتطبيق هذا المنهج عند قراءة آية قرآنية محملة بإشارة علمية، فإننا نسعى إلى تفسيرها باستخدام أدوات المنهج العلمي في فهم الآية المنظورة كبرهان على المصدرية الإلهية للآية المسطورة المنزلة قبل 14 قرنا. وهذا هو بالضبط منهج البحث في هذا الوجه الحديث من أوجه الإعجاز القرآني، الإعجاز العلمي. وهذه الآلية وحدها هي التي تقود إلى الفهم بالدليل، البرهان. ولذا كان من الطبيعي لعالم مسلم أن يستخدم كلمة البرهان بمدلولها القرآني كمصطلح علمي. فقد كان الحسن بن الهيثم الذي برز في علوم الرياضيات والفيزياء والفلك في ذروة الحضارة العلمية الإسلامية قبل 1000 عام، أول من وضع أسس البحث العلمي القائم على التجريب والملاحظة وإبراز البرهان على صحة التجربة. ولذا كتب ابن الهيثم عن رياضي معاصر له منتقداً إياه قائلاً: من الواضح أنه يعتقد في كل ما يقول بطليموس دون الاعتماد على إثبات أو دليل. هذا لا يجوز مع المختصين بالرياضيات. بعد عصر ابن الهيثم ب600 عام، بدأ علماء عصر النهضة العلمية يدخلون كلمة البرهان في قاموس العلم. Evidence. Evidencia. Proof. Prova. Provas. Prove. وفي عام 1985 أوجز عالم الهندسة الإلكترونية آرثر إليسون شرط ابن الهيثم في تطبيق المنهج العلمي. A good scientist follows the evidence where it may lead. وعندما اتبع إليسون البرهان إلى حيث قاده لفهم آية قرآنية واحدة. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله. وفي عام 2014 كرر عالم الفيزياء الفلكية نيل ديغراس تايسون الشرط نفسه: اتبع البرهان إلى حيث يقودك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الكلمة التي انفرد بذكرها كتاب الله من بين كل كتب العقائد المنسوب منها إلى السماء أو إلى الأرض.